أريد أن أسمع وجهة نظر الأستاذة هديل. أستاذة هديل، بجدد الترحيب بحضرتك مرة تانية. هل تتفقي يعني مع رؤية دكتور أشرف؟ دكتور أشرف يعني يقول بشكل أو بآخر أن الشارع الأمريكي أو الولايات المحايدة أو المتأرجحة كما يعني توصفها بعض التحليلات السياسية هي التي ستحسم القرار الخاص بكاميلا هاريس أو دونالد ترامب، وبالتالي يعني المؤشرات تقول بأنها تميل إلى كاميلا هاريس. بينما دكتور أحمد ضيفي في الاستوديو يقول بأن المؤشرات قد تميل إلى دونالد ترامب. ما بين هذا وذاك، ما هي وجهة نظرك يعني بصوت نسائي سياسي تحليلي في هذه السهرة التحليلية بالنسبة للانتخابات الأمريكية؟ تفضل. نعم، شكرا لك أستاذة آية وتحياتي للضيوف الكرام. يعني أنا بين الرأيين تقريبا، أنا أقول أن هذه هي من أكثر الانتخابات اللي فيها تقارب في الحظوظ بين المرشحين، واستطلاعات الرأي أيضا تؤكد ذلك. إذا ما قارنا استطلاعات الرأي اليوم بنفس اليوم قبل الانتخابات السابقة بين جو بايدن ودونالد ترامب، فنرى أن الاستطلاعات مختلفة جدا. في الانتخابات الماضية كان من الواضح أن جو بايدن يملك حظوظ وقبول أكبر من الشارع الأمريكي من دونالد ترامب بحسب نفس الاستطلاعات التي تجريها اليوم نفس شركات الاستطلاع. اليوم النتائج تقول أن النسبة متقاربة جدا، قبول كامالا هاريس يكاد يكون نفس قبول دونالد ترامب، وهامش الخطأ يعني صغير جدا بين المرشحين، وهذا يعني أن 4000 من الأصوات في الولايات المتأرجحة هي من سيحسم السباق. ولكن يعني هناك اليوم عدة نقاط مهمة يجب أن ننظر إليها حين نفكر باستطلاعات الرأي. مثلا أن الغالبية من الذين يؤيدون دونالد ترامب عموما هنا بسبب محاولات إحراج مؤيدي دونالد ترامب لا يشاركون في استطلاعات الرأي، وإذا كانوا سيصوتوا لترامب لا يقولون ولا يفصحون للشركات المستطلعة عن رأيهم الحقيقي بأنهم سيصوتوا فعلا لدونالد ترامب. وبالتالي استطلاعات الرأي في هذه الحالة تحديدا تميل لمساعدة كامالا هاريس، وبالتالي لو لم تكن هذه الاستطلاعات دقيقة تماما وصدقنا هذه النظرية التي تحدثت عنها، فهذا يعني أن الكفة ستميل لصالح دونالد ترامب. نقطة ثانية مهمة جدا تحدث عنها الضيف الكريم من كاليفورنيا أتفق معها، وهي الربط اليوم بين السياسة الخارجية والاقتصاد بالنسبة للناخب في الشارع الأمريكي، وفعلا هناك ربط كبير. نعرف أن الملف الاقتصادي هو الملف الأهم على الإطلاق اليوم بالنسبة للناخبين الأمريكيين، ولكن حين يفكر اليوم الناخب بالملف الاقتصادي وزيادة الأسعار والتضخم فهو يفكر بالنيران المشتعلة في الشرق الأوسط. يعتقد الناخب الأمريكي أن هذه الحروب ترفع وتزيد من أسعار الطاقة العالمية، وبالتالي تزيد من أسعار البنزين ومن أسعار السلع بالنسبة للمواطن الأمريكي. وهناك اليوم قناعة شاملة بأن الحزب الديمقراطي فشلا ذريعا في خفض التصعيد في الشرق الأوسط. جو بايدن لا يتمتع بأفضل العلاقات لا مع بنيامين نتنياهو ولا مع الزعماء العرب، وكذلك كامالا هاريس ربما علاقتها ستكون أسوأ مع نتنياهو والزعماء العرب، لذلك لن يكون هناك حلول دبلوماسية سريعة، وهناك شعور بأن دونالد ترامب سيتمكن من الحسم بشكل أسرع. ولكن واقعيا هل فعلا دونالد ترامب يمتلك خطة؟ يعني من غير المعروف، دونالد ترامب يقول سأحل الموضوع وسيكون هناك سلام وسيكون هناك استقرار دون أن يتحدث عن سياسات ملموسة في هذا الإطار.